بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لي عقدة من لساني يفقهوا قولي. يسعد مساكم حبايبنا الطلاب، الله يفتح عليكم يا ربي جميعا، وإن شاء الله يا ربي ربنا يقويكم يعطيكم تيرضيكم، إن شاء الله نشوفكم جميعا في أعلى المراتب. الفيديو هذا محمد أمية، الفيديو ما بيعلق نهائيا، الآن شابكين نت، الآن نت قوي جدا وما في أي تعليق، فلذلك الأمور تمام. أي حدا بيشوفه بيعلق يقول لي بيعلقش، ما حدا يعلق. المهم حبايبي، في هذا الفيديو راح نراجع بعض الأسئلة اللي في بعض الشغلات اللي ما فهمتوها من الفيديو اللي عملناه امبارح. بتمنى منكم الآن مشاركة الفيديو للجميع عشان الكل يستفيد. بتمنى الفيديو راح نحفظ أستاذنا. بتمنى من الجميع يعمل مشاركة للفيديو، يعمل متابعة للفيديو، يعمل تاج لأصحابه على أساس الكل يستفيد على هذا البث إن شاء الله. راح نراجع، راح نكمل في هذا المراجعة اللي هي في هذا الفيديو، عبارة عن مراجعة الحموض والقواعد. راح نكمل فيها مراجعة الحموض والقواعد كاملة، وراح نراجع فيها أيضا بعض الجزئيات اللي متعلقة بالحموض والقواعد اللي أو ما قيله في الفيديو السابق. الأمور تمام لغاية اللحظة، ما في أي تعليق، فلذلك إن شاء الله راح نباشر مجرد ما يدخل أكبر عدد ممكن من الطلاب. بس بتمنى من الطلاب يعمل تاج لأصحابه ويشارك الفيديو على المجموعات المهتمة في طلاب التوجيه، لأن الفيديو هذا مهم جدا جدا للكل إن شاء الله، والكل راح يستفيد منه. نعمل تاج ونعمل ايش اضافة شير للفيديو. يسعد مساكم جميعا، ربي يفتح عليكم يعطيكم ترضيكم ان شاء الله يا رب.
الله بنعمل مشاركة للفيديو. الله يسعدك يا ربي، اعمل بس مشاركة للفيديو، خلي الكل يستفيد. اعمل مشاركة للفيديو على الجروبات عشان الكل يستفيد من الفيديو. لا الأمور تمام هسه، هي وشابك أمور تمام إن شاء الله، إن شاء الله ما يعجبك أي مشكلة. هو بغت، ما هو المشكلة؟ مشكلة العالم قاعدة بتدور. واللي هو 157 هو 107. الله يسعدك يا رب، الله يفتح عليك يا رب، شو أخبارك؟ الحمد لله تمام وسلم. طيب طلابنا، في حدا عنده أي سؤال بالنسبة للفيديو اللي شرحنا فيه الحصة الماضية؟ في حدا عنده أي سؤال؟ في حدا حاب يسأل أي سؤال منجاوب عليه قبل ما نبلش في الفيديو اللي راح نشرح فيه الآن عن الأملاح والأيون المشترك؟ راح نكمل شرح وحدة الحموض والقواعد، من اللي هي وحدة الأولى من مادة الكيمياء. وحدة الحموض والقواعد عليها بحدود 54 علامة، من 52 إلى 54 علامة، فبالتالي بدنا ندير بالنا منها، يعني تقريبا 5.5 علامات تقريبا من معدلكم، فبالتالي بدنا نركز إنه تكون المعلومات كلها اللي بنشرحها تكون أمورها تمام 100%. كل الطلاب الآن موجودين في البث، ما بعرف هل حدا مش موجود في البث عشان نبلش الشرح الآن. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إذا ما في أسئلة بالنسبة لوحدة الحموض والقواعد، الآن راح نكمل في شرح الأملاح وراح نشرح الأيون المشترك. إذا في حدا عنده أي سؤال بإمكانه يسألني الآن، بإمكانه يسألني الآن عليه، على أساس أرجع أعيد شرحه مرة أخرى. ولكن إذا ما في أي سؤال بنكمل على شرح الأيون المشترك وشرح الأملاح. متأخر هو الفيديو دقيقة، فلذلك بدنا نشرح الأملاح والأيون المشترك. إذا ما في عندكم أي سؤال بالنسبة للجزئية اللي شرحت الحصة الماضية، لأن الحصة الماضية شرحت إيش؟ شرحت وحدة الحموض والقواعد كاملة لحد الأملاح والأيون المشترك. في حدا من طلابنا عنده أي سؤال؟ طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما دام ما في أي سؤال بنبلش في الشرح في إيش؟ الأملاح. الأيون المشترك حبابي للاقتصاد المنهاج جيل 2001 وجيل 2000، أما 2002 مش مطالبين معكم. شيرين، المادة اللي معاكي مش مطالبين فيها، الآن راح نشرحها، مش مطالب فيها كطلاب اقتصاد منزلي منهاج 2002. آية، بالنسبة للماء هي مادة أنفوتيرية بالنسبة لبرونستد ولوري، وبالنسبة لأرهيق النسبة عفوا لويس، أيضا لويس تعتبر الـ H2O مادة مترددة أو أنفوتيرية. ليش أستاذي مادة H2O مادة مترددة أو أنفوتيرية؟ لأنه الـ H2O عبارة عن إيش؟ ذرة أكسجين وذرتين هيدروجين، تمام؟ فذرة الأكسجين تحتوي على أزواج غير رابطة، فبإمكانها تسلك سلوك القاعدة وتمنحهم لأي مادة أخرى، ونفس الشيء الهيدروجين تحتوي على أفلاك فارغة، فبإمكانها إيش؟ تستقبل زوج غير رابط من الإلكترونات، فتسلك سلوك الحمض والقاعدة، وهذا موجود أيضا في لويس وموجود في برونستد ولوري. أي مادة كحمض وقاعدة حسب مفهوم برونستد لوري، إذن كحمض وقاعدة حسب مفهوم لويس أيضا.
بس احنا بشكل عام احنا بنعتبر ال H2O بتسلك سلوك القواعد نسبيا. ربي يسعدك يا محمد، الله يفتح عليك يا رب. أحبائي قلبي، في حدا عنده أي استفسار قبل ما ندخل على مادة الأملاح والأيون المشترك؟ جميل، إذا الآن ما في حدا عنده أي سؤال، نخلي أسئلة الآن مبدئيا لإيش؟ للجزئية اللي بعدها. نخلي إذا في حدا عنده أي استفسار تذكر حاله متأخر. حبيبنا أبو خطاب أكيد راح نبلش، إذا في حدا تذكر حاله متأخر ممكن إنه نبلش أو نجاوب سؤاله في أي لحظة. الآن نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمادة الأملاح، الأملاح بشكل عام تنتج من تفاعل حمض زائد قاعدة. في تفاعل بنسميه تفاعل أي حمض مع أي قاعدة بيتفاعلوا مع بعض بيعطيني ملح زائد ماء. أي حمض زائد قاعدة بيعطيني إيش؟ ملح زائد ماء. جميل، فبالتالي الآن أستاذي هذا التفاعل بنسميه تفاعل التعادل. شو بنسميه؟ تفاعل التعادل. فبالتالي أستاذي الملح لاحظوا أنه ممكن يكون في ثلاث أصناف. ممكن يكون عندي الملح حمضي، وممكن يكون عندي الملح متعادل، وممكن يكون عندنا الملح قاعدي. كيف بدي أميز أنا الملح الحمضي عن القاعدي عن المتعادل؟ فارس أنا مش شايف شو سؤالك، أنا بدور على سؤالك أستاذي. حمض وقاعدة لويس إيش مالهم؟ مش شايف ايش اللي فاهمه يا فارس، فلذلك حدد سؤالك عشان اجاوبك عليه. حبيب القلب استاذ امجد الاحمد كبير الفيزياء، اهلا وسهلا، شرفنا فيك في هذا البث اللي تبارك في وجودك معنا. الان استاذي بالنسبه للاملاح الحمضيه، الملح الحمضي ناتج من تفاعل حمض قوي زائد قاعده ايش مالها القاعده؟ قاعده ضعيفه. أما المتعادل ناتج من تفاعل حمض قوي زائد قاعدة قوية بيعادلوا بعض مع بعض. أما بالنسبة للملح القاعدي ناتج من تفاعل حمض ضعيف زائد قاعدة قوية. فالأملاح ثلاث أصناف، منها حمضي ومنها متعادل ومنها قاعدي. منها حمضي ومنها متعادل ومنها شو ماله؟ قاعدي. الحمضي ناتج من تفاعل حمض قوي زائد قاعدة ضعيفة. المتعادل ناتج من تفاعل قاعدة حمض قوي زائد قاعدة قوية. أما القاعدي حمض ضعيف زائد قاعدة قوية. مرام بالنسبة للجزء الأول، الآن إجمالا رح نربط الجزئيات اللي رح نحتاجها في الجزء الأول في هذا الجزء. الآن أستاذي أحمد سيبك من المزح وخليك مركز معنا، البث مش معلق يا بسمة. أكيد طبعا الجزء الأول بفيدك، بس إحنا رح نربطه في جزئية اليوم، تمام؟ الآن أستاذي لما أجي أربط الأملاح سواء كان كحمضي أو كمتعادل أو كقاعدي، بهمني شغلتين أستاذي. بهمني الشغلة الأولى، الملح الحمضي دائما وأبدا pH تبعته بتكون أقل من 7، أما الملح المتعادل بتكون pH تساوي 7، بينما الملح القاعدي بتكون pH تبعته أكبر من 7. هاي الشغلة الأولى اللي بتهمني أستاذي. الشغلة الثانية أستاذي شو بتهمني؟ بتهمني اللي هي التميه. بهمني تعريف التميه. تعريف التميه مطالبين في أستاذي. التميه كتعريف وعبارة عن قدرة أيونات الملح على التفاعل مع الماء لإنتاج أيونات H3O plus أو OH minus
أو كلاهما. هذا التعريف بحبوه في الوزارة زي حب الحمالة الكنة بالضبط، كثير كثير بيموتوا عليه في امتحان الوزارة، تمام؟ فبالتالي الآن براء البث هسه بلشنا فيه، فلذلك ركزي في البث مش راح يضيع عليك إشي. لذلك الآن أستاذي التميه قدرة أيونات الملح على التفاعل مع الماء لإنتاج أيونات الـ H3O بلس أو أيونات الـ OH ماينس أو كلاهما. فلذلك أستاذي بهمني هون أن الملح الحمضي دائما وأبدا يتميه في الأيون الموجب، بينما الملح المتعادل أنه لا يتميه، بينما الملح القاعدي يتميه الأيون السالب. الملح الحمضي يتميه الأيون الملح المتعادل لا يتميه، بينما القاعدي يتميه الأيون السالب. بسم الله الرحمن الرحيم. بس من عندي قلت وين فاضي فاضي أي شبك يا آدم؟ شبك إيش؟ قلتو صوت وجهي وقت عريف بحبوه في الوزارة زي حب الحمالة. بضغط الشبكات كلها الحاجة غير موعد البث يعني يعلق كمان مش عارف لو غيرت يعني نفس الشيء نتيجة من التوكس ظبط إن شاء الله شو ما علق ما طفوا شغل بس اللي حمل الجهاز غريب
طيب نرجع استاذي مره ثانيه ونقول التمي هو قدره ايونات الملح على التفاعل مع الماء لانتاج ايونات ال H3O بلس او ال OH ماينس او كلاهما. فلذلك عندي الاملاح الحمضي بهمني انه بتميه فيه الايون الموجب، بينما المتعادل لا يتميه، بينما الملح القاعدي يتميه بس الايون مين؟ الايون السالب. هذا الفرق ما بينهم استاذي بالنسبه للاملاح الثلاث، وعلى اساسها استاذي انا بميز الملح. وانا طبعا طب كده اميز الملح كيف بدي اعرف طبيعته في الاول، هل هو حمضي او قاعدي او متعادل؟ الشغله الاولى استاذي انا بدي امسك الملح واشلع دينين. معنى اشلع دينين، خلينا نشوف كيف. بمسك الملح كالتالي، بقسم الملح الى جزئين، ايونات موجبه وايونات سالبه. بشلع دينين كالتالي، دائما اللي على اليسار في الملح بيكون ايون موجب، ودائما اللي على اليمين في الملح بيكون شماله ايون وايون سالب. اللي على اليسار ايون موجب واللي على اليمين شماله ايون سالب، الا باستثناء نوع واحد من الاملاح. باستثناء اي املاح استاذي؟ الاملاح اللي فيها RCOO- او اللي على اليسار ماينس يعني، واللي على اليمين شماله موجب. فبالتالي انا كل الاملاح بتكون اللي على اليسار ايون موجب واللي على اليمين ايون سالب، باستثناء الاملاح اللي فيها ركو اللي هي مجموعه ركوح، بتكون اللي على اليسار سالب واللي على اليمين شو بكون شحنته؟ اللي على اليمين بتكون شحنته موجبه. فبالتالي بمسك الملح لأقسمه الأيونات أيون سالب وأيون موجب. باجي على الأيون السالب، دائما وأبدا شو بساوي؟ بضيف له H. شو بنساوي؟ دائما نضيف له H. ومعنى أضيف له H موجب، بينتج منه الحمض اللي هو أصله من الحمض. أما الأيون الموجب، بسأله سؤال، هل يحتوي على هيدروجين ولا لا؟ إذا في هيدروجين أستاذي، يعني كان الجواب نعم، في هاي الحالة نحذفها منه، بحذف الهيدروجين منه. أما إذا ما في هيدروجين، شو بساوي في هاي الحالة؟ نضيف له OH. وعلى الجهتين شو بينتج عندي؟ بينتج عندي القاعدة. فبالتالي أهم شغلة أستاذي، أنا بدي أمسك الملح أقسمه لأيون سالب وأيون موجب. الأيون السالب دائما بضيف له H، أما الأيون الموجب شو بساوي؟ بشوفه هل يحتوي على هيدروجين ولا لا. إذا في هيدروجين بحذفها منه، بينتج منه القاعدة. إذا ما في هيدروجين بنضيف له OH وبينتج منه على الجهتين القاعدة. أنماط الأسئلة أستاذي، ممكن يجيني السؤال أكتب معادلة التأين للملح، ممكن يقول لي السؤال حدد طبيعة الملح، ممكن يقول لي السؤال هل يتميه الملح أم لا، ممكن يقول لي السؤال فسر السلوك القاعدي أو السلوك الحمضي، ممكن يقول لي السؤال رتب المحاليل أو أي المحاليل أعلى بيئات أو أقل بيئات. خلينا نشوف أستاذي عدة أنماط من الأسئلة مبدئيا على الأملاح عشان نغطي الفكرة كاملة. الآن أستاذي اللي أنا بدي أحله عبارة عن ورقة العمل على الدرس الثالث موجودة في كورس المورد في الكيمياء. أستاذي الآن بالنسبة للسؤال الأول، شو بقول لي؟ أكتب معادلة تميه كل من الأملاح الآتي وحدد طبيعة كل منها. خلينا نيجي على الملح الأول، الملح الأول اللي هو BACL2. هذا الملح أنا ضايفه عشان أحكي لكم إنه هذا الملح غير مطالبين فيه إطلاقا، لأنه الأملاح ثنائية الأيون غير مطالبين فيها. فبالتالي أي ملح فيه CL2 أو Na2 Br2 H2 تمام، في ثنائي أيون مشترك في هاي الحالة إحنا مش مطالبين فيه. خلينا نشوف الملح الثاني اللي هو CH3COONA. لما أجي أمسك الملح CH3COONA
بدي انا ايش اساوي؟ بدي اكتب معادله التميه وبدي احدد الطبيعه. اول شغله استاذي مطالب فيها انه امسك الملح واشلع دينين، لايون سالب وايون موجب. حكينا كل الاملاح اللي على اليسار موجب واللي على اليمين سالب الا الاملاح اللي فيها ايون السي او او ماينس، الاملاح اللي فيها اللي هو السي او او ماينس مجموعه الكربوكسيل. فبالتالي استاذي باجي على الايون الموجب بتطلع عليه، هل يحتوي على هيدروجين؟ تحكوا لي لا، فبالتالي في هاي الحالة بنضيف له OH زي ما حكينا قبل شوي. أما لاجي على الأيون السالب دائما وأبدا شو بنساوي له؟ بنضيف له H، بدي يصير CH3COOH. فبالتالي بحدد طبيعة الملح. الآن عشان أحدد طبيعة الملح بتطلع هون NaOH شو تعتبر؟ تعتبر قاعدة قوية. جميل، CH3COOH شو تعتبر؟ يعتبر حمض ضعيف. فبالتالي عندي هون قاعدة قوية مع ايش؟ مع حمض ضعيف. فبالتالي هون شو طبيعة الملح؟ اكيد رح تحكولي طبيعة الملح قاعدة، لانه ناتج من قاعدة قوية زائد ايش؟ زائد حمض ضعيف. فبالتالي هون هذا الملح ملح قاعدي. ما دامه ملح قاعدي، الان استاذي لما اجي بدي اكتب معادله التميه، ما دامه ملح قاعدي بدي اكتب ايش؟ الايون السالب اللي هو CH3COO ماينس، لانه الملح القاعدي يتميه فيه الايون السالب، ومعنى يتميه انه يتفاعل مع الماء، فقدره ايونات الملح على التفاعل مع الماء لانتاج ال H3O بلس او ال OH ماينس هاي بنسميها تميه. فهون الايون السالب بده يسلك سلوك القاعده وال H2O بده تسلك سلوك الحمض، التفاعل فيه تفاعل منعكس بحيث بده ينتج اللي هو CH3COOH اللي هو من الحمض المرافق لهذه القاعده زائد OH ماينس، وجميع الاملاح القاعديه لازم ينتج منها OH ماينس في معادله التميه. فمعادله التميه اللي هي المعادله اللي ناتجه من تفاعل الايون مع الماء. نيجي نتطلع على الملح الثالث NaClO. NaClO لما اجي امسكه نفس الشيء بدي اشلع دينه اقسمه لايون سالب وايون موجب، طبعا هون اللي على اليسار موجب واللي على اليمين شو ماله؟ سالب. جميل، فبالتالي شو بعمل استاذي؟ بعمل كالتالي، باجي بحكي الايون السالب دائما بضيف له H لنتج بذلك HClO وهو عباره عن شو؟ حمض ضعيف. اما الايون الموجب بتطلع هل يحتوي على H؟ بتحكوا لي لا، فبالتالي بنضيف له دائما OH شو بدها تصير؟ NaOH. شو تعتبر الـ NaOH؟ تعتبر قاعدة قوية، حمض ضعيف زائد قاعدة قوية، إذا شو بده يكون؟ ملح حمضي. أحسنتوا، فبالتالي ما دامه ملح حمضي، ملح قاعدي عفوا، ملح قاعدي لأنه حمض ضعيف زائد قاعدة قوية، فبالتالي هون بده يكون ملح قاعدي. حددنا طبيعة الملح، بدي أكتب معادلة التميه، شو باجي بمسك؟ بمسك الأيون السالب لأنه الملح القاعدي يتميه فيه الأيون السالب، بقول للأيون السالب اللي هو ClO- تعال بدنا نفعلك مع المي زائد H2O. هذا تعريف التميه، قدرة أيونات الملح على التفاعل مع الماء لإنتاج ال H3O بلس والـ OH ماينس. ما دام ClO- ناتج من ملح قاعدي فهو قاعدة، ال H2O بده تسلك سلوك شو؟ الحمض، تفاعله شو ماله؟ منعكس، فبالتالي بده ينتج اللي هو حمض المرافق اللي هو نفسه أصله للحمض للأيون السالب، فبالتالي HClO زائد ايش؟ OH- وجميع الأملاح القاعدية بده ينتج منها ايش؟ OH- في معادلة التميه. اتفقنا يا قوم؟ الموضوع سهل جدا وبسيط جدا بالنسبة للأملاح، أهم شغلة أعرف أكتب معادلة التميه. نيجي الآن أستاذي على السؤال الثاني، بقول لي أي الأملاح الآتي تتميه عند إذابتها في الماء؟ معنى تتميه يعني إما أن يكون حمضي أو بده يكون شو ماله؟ قاعدي. بدي أشوفه هل هو حمضي ولا قاعدي. إذا كان حمضي يتميه، إذا كان قاعدي يتميه، إذا كان متعادل شو ماله؟ بكون لا يتميه. فبالتالي أنا بس بدي أكتب يتميه لا يتميه، هذا النمط إذا بيجيني ممكن يجيني سؤال ضع دائرة، أي الأملاح الآتية تتميه أي الأملاح الآتية لا تتميه. وصلت الفكرة يا قوم؟ الموضوع سهل جدا. فبالتالي هنا أستاذي بدي أمسك كل ملح من الأملاح، مثلا الـ N2H5Br،
هذا الملح عشان اشوفه يتميه ولا لا يتميه، زي ما اتفقنا بنقسمه لايونات موجبه وايونات سالبه. الايون السالب دائما بنضيف له اتش، شو نتج منه؟ اتش بي ار، جميل، وهو عباره عن حمض قوي. الايون الموجب شو ماله؟ بي اتش، بي اتش نحذفها منه، شو بده يصير؟ N2H4، وهو عباره عن قاعده ضعيفه، حمض قوي، قاعده ضعيفه، ملح شو بده يكون؟ ملح حمضي. هل يتميه؟ نعم يتميه. نيجي على الملح الثاني NH3OHCl، NH3OHCl. عشان انا اقسمه من وين اقسم؟ هون المشكلة، عشان أعرف من وين بدي أقسم بدي أجي أطلع في مجموعة ان اتش، والله وفي أكسجين صح؟ ما دام في أكسجين بفصل بعد الإيش؟ الاتش تبعت الأكسجين، ان اتش 3 او اتش موجب وسي ال ماينس، بحيث السي ال ماينس بضيف لها اتش، اتش سي ال، وهو عبارة عن حمض قوي. هسه مش شرط اذا الاول قوي الثاني ضعيف، ديروا بالكم ممكن يكون الاثنين قويين، بس اذا الاول ضعيف الثاني اجباري بده يكون قوي 100%. باجي على الـ NH3OH، هل يحتوي على اتش؟ نعم. من وين اشيل الاتش استاذي؟ اشيل الاتش من الان ولا اشيلها من الاو؟ بنشيل الاتش من الان، شو بدها تصير؟ NH2OH، وهي قاعدة شو مالها؟ ضعيفة، حمض قوي زائد قاعدة ضعيفة، ملح شو ماله؟ ملح حمضي، جميل. وما دام ملح حمضي هل يتميه؟ والله يتميه، ممتاز. فالملح الحمضي دائما يتميه، الملح القاعدي دائما يتميه، اما المتعادل شو ماله؟ لا يتميه. في حدا عنده اي سؤال لغايه اللحظه؟ في حدا عنده اي سؤال لغايه اللحظه؟ براء انا حافظ البث، بس انت احضري بث مباشر احسن، عشان اذا عندك اي سؤال تساليني مباشره. نيجي الان استاذي على الملح اللي بعده، كسن، على نفس السياق استاذي، بدي اقسم لايون سالب وايون موجب. ايون الموجب على اليسار، ايون السالب على اليمين، الايون السالب بنضيف له اتش بصير حسن، وهو طقيعه حمض ضعيف، ما دام هذا ضعيف اجباري الثاني خلص قوي. ضيفوا له اتش كوتش، قاعدة قوية، حمض ضعيف زائد قاعدة قوية، الملح شو ماله؟ الملح قاعدي، هل يتميه؟ والله صح يتميه، جميل جميل. نيجي على هاكونا، الملح اللي بعده، الملح اللي بعده HCOONA، HCOONA. الآن أستاذي بدي أمسك الملح، أقسمه لأيون سالب أيون موجب، طبعًا ما دام في سي أو أو شايفينها؟ اللي على اليسار سالب واللي على اليمين شو ماله؟ موجب، واقسم يا معلم، شو بده يصير هون؟ الأيون السالب بدنا نضيف له اتش، اتش سي أو أو اتش، وهو عبارة عن حمض ضعيف، جميد كركي، الأن إيه موجب دائمًا وأبدًا، الأيون موجب فيش فيه اتش، بنضيف له اتش، وهي قاعدة قوية، حمض ضعيف، قاعدة قوية، ملح شو بدي يكون؟ ملح، بدي يكون ملح قاعدي، هل يتميه؟ نعم يتميه، بوركتم يا حبايبي، NaCl مباشرة، NaCl، أيون موجب، أيون سالب، قسم 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 قسم، اكسر الرابطة، Cl- ضيف H، HCl، حمض قوي، Na موجب، هل يحتوي على H؟ لا، نضيف له H، NaOH قاعدة قوية، حمض قوي، قاعدة قوية، ملح متعادل، هل يتميه؟ لا يتميه. أهم شغلة في هاي الأنماط من الأسئلة أستاذي إنه أشوف الملح حمضي قاعدي على أساسه، إذا حمضي أو قاعدي يتميه، إذا متعادل لا يتميه، بس مش أكثر، بجاوب السؤال على مقاسه بالضبط. اتفقنا يا قوم؟ الحمد لله. نيجي على الجزء اللي بعده، السؤال اللي بعده اللي هو بيقول لي إذا كان لديك محلين متساوي التركيز، خلينا ناخذ صفحة جديدة هذا السؤال عشان ما نخربط الأمور. شو بيحكي لنا السؤال؟ إذا كان لديك محلين متساوية التركيز من المركبات الآتية، رتبها تنازليا وفق قيمة بي اتش. Thank you.
الآن أستاذي كيف بدي أرتبها الآن تنازلياً أو تصاعدياً أو شو مكان حسب قيمة البيئات؟ الآن أهم شغلة أستاذي أنا بدي أصنف هاي المحاليل لطبيعتها حمضي أو قاعدي أو متعادل، بحيث لو أجيت أنا بدي أرسم مقياس الرقم الهيدروجيني اللي هو pH، هذا مقياس الرقم الهيدروجيني، بدي أحكي هون عندي 7 وبيكون طبيعة المادة فيها متعادلة، والقص فيه انه يكون ملح شماله متعادل. الآن البي اتش بتتراوح من 0 إلى ايش؟ 14، تمام؟ إذا كانت أقل من 7 بيكون طبيعة المحلول حمضي، أما إذا كانت أكثر من 7 بيكون طبيعة المحلول شماله قاعدي. أقل من 7 حمضي، أكثر من 7 قاعدي. بتمنى من الطلاب يشيروا الفيديو عشان الكل يعرف، لأنه في طلاب ما بتعرف في هذا الفيديو، فبتمنى عشان الكل يستفيد إن شاء الله وربنا يفتحها للجميع. الآن حبايبي أنا الآن أهم شغلة، إذا كانت البي اتش كل ما كانت أقل كل ما زادت الحمضية، يعني إذا تساوت التراكيز بيكون عندي الأقل بي اتش دائما وأبدا الحمض القوي، الأعلى منه مباشرة بدي يكون الحمض الضعيف، والأعلى منه مباشرة بدي يكون الملح الحمضي. 7 بدي يكون متعادل، أكثر من 7 مباشرة الملح بدي يكون ملح قاعدي، أكثر من إيش الملح القاعدي بدي يجي القاعدة الضعيفة، الأكثر منها أعلى إشي بدي يكون عندي الملح قاعدي، عفوا قاعدة قوية، لأنه كلما زادت البيئات زادت القاعدية، العلاقة بينهم علاقة طردية. فأنا برتب المحاليل إلى حمض قوي، حمض ضعيف، ملح حمضي، ملح متعادل، ملح قاعدي، قاعدة ضعيفة، قاعدة قوية، وعلى أساسها بيكون هذا الترتيب كامل للمحاليل بناء على صنفها كأحماض أو كقواعد. اتفقنا؟ الآن أستاذي أهم شغلة قبل ما أنا أمسك المحاليل بدي أصنفها، قبل ما أنا أرتبها بدي أصنفها لإيش؟ حمضي وقاعدي ومتعادل. فبأجي على الملح الأول N2H5Br، بقسمه لموجب سالب، الأيون السالب HBr، والأيون الموجب بحذف H دي يصير N2H4. حمض قوي، قاعدة ضعيفة، ملح شو بدي يكون؟ ملح حمضي. جميل. كوتش مباشرة قاعدة قوية، HCl حصل حمض قوي، نسل Na موجب Cl سالب HCl، أي ملح مباشرة بقسمه لأصله، بضيف H وبحذف H أو بضيف OH، تمام؟ الآن HCl و NaOH حمض قوي، قاعدة قوية، ملح متعادل، NH3 قاعدة شمالها؟ قاعدة ضعيفة، هكونا أيون السالب، أيون الموجب قسم HCOOH و NaOH قاعدة قوية حمض ضعيف ملح قاعدي، و HCOOH عبارة عن حمض ضعيف. الآن أنا عندي صنفت المحاليل لأنواعها، سواء كان حمض قوي، حمض ضعيف، ملح حمضي، ملح قاعدي، ملح متعادل، تمام؟ ملح قاعدي، قاعدة ضعيفة، قاعدة قوية، صنفت الأمور، صنفت المحاليل لطبيعتها. الآن أستاذي ممكن يجيني السؤال زي هيك في الوزارة، وممكن يجي بس 3 أو 4 وأنا بدي أرتبها بس سواء كان تنازلياً أو تصاعديا. ما دام قال لي تنازليا يعني من الكبير للصغير، يعني من عند القاعدة القوية بعدين القاعدة الضعيفة، ملح قاعدي 3، ملح متعادل 4، ملح حمضي 5، حمض ضعيف 6، وحمض قوي 7، بحيث أنا بدي أرتبها تنازليا بناء على قيمة البيئات. فبالتالي أستاذي بدي أبلش أنا في القاعدة القوية، هاي هالقاعدة القوية نلونها بلون ثاني أستاذي، هاي هالقاعدة القوية 1، بعدين ديجي القاعدة الضعيفة، وين القاعدة الضعيفة؟ هاي هانت 3 2، بعدين ديجي الملح القاعدي، هاي الملح القاعدي 3، بعدين بدي يجي مين؟ الملح المتعادل، هي 4، بعد الملح المتعادل بدي يجي الملح الحمضي، وين الملح الحمضي؟ ممتاز، هي 5، بعدين بدي يجي عنا الحمض الضعيف 6، بعدين الحمض القوي 7، فأنا رتبتها تنازليا حسب قيمة البيئات، بدءا في القاعدة القوية اللي هي كوتش،
بعدين القاعدة الضعيفة NH3، بعدين الملح القاعدي اللي هو هاكونا، بعدين الملح المتعادل اللي هو نسل NaCl4، بعدين الـ N2H5Br، بعدين الـ HCOH اللي هو حمض ضعيف، بعدين الحمض القوي. اتفقنا يا قوم؟ الأمور بسيطة جدا، سهلة جدا. إذا في حد عنده أي سؤال يسألني، ممكن يجيني السؤال ضع دائرة، والنمط المعتاد كمان ممكن يجي ضع دائرة، يقول لي السؤال كالتالي. شو يقولنا السؤال أستاذي؟ أي محاليل المحاليل الآتية متساوية التركيز أقل pH، أو ممكن يحكي أعلى pH، ما فرقتش أستاذي، أهم شغلة إنه نركز شو الأقل وشو الأعلى. مثلا نكتب هون KOH ألف ب مثلا HCN ج NaCl ودال N2H5Br، بده أقل pH، فبالتالي هون بدي أطلع أقل pH يعني أكثر حمضية، بدي أصنف المحاليل لأصنافها، حمض قاعدة ملح تمام، كوت قاعدة شمالها قوية، HCN حمض ضعيف، NaCl ملح متعادل جاوبنا قبل شوي، وN2H5Br ملح حمضي كمان جاوبنا قبل شوي. فالآن أنا بدي أقل pH يعني بدي يكون أكثر حمضية، الأكثر حمضية بدي يكون عندي هون مين هو؟ الحمض الضعيف. طب لو حكالي بدل من الأقل pH قال لي الأكثر pH، قال لي الأكثر pH، لو قال لي الأكثر pH شو بجاوب هنا يا سيد أحمد يا سيدرا ويا حبايب قلبي ملاك؟ شو بدي أحكي له يا براء؟ الأكثر pH يعني الأكثر قاعدية، الأكثر قاعدية هون والله القاعدة القوية، فهذا عبارة عن الأكثر pH. لو قال لي أقل pH بقول له الهاد أقل pH. شو ما كان أستاذي، شو ما كانت المحاليل، أنا بصنف بناء على المحلول المعطى معي وعلى المعطيات الموجودة عندي في السؤال. هذا المطالب فيه أستاذي بالنسبة للأملاح. في حدا عنده أي سؤال؟ إذا ما في حدا عنده أي سؤال بإمكانه الآن كان ندخل على يوم مشترك، نستنى بس 30 ثانية نتأكد إذا في حدا عنده أي سؤال منجاوب عليه، فيش حدا عنده أي سؤال شو منساوي؟ ننتقل للموضوع اللي بعده. طلابنا انتم مش بدلين جهدكم معانا عشان نشير الفيديو. أحبائي في حدا عنده أي سؤال بالنسبة للأملاح أو أي جزء قبله؟ يا فارس حبيب القلب، يا فارس، فارس هو عبارة عن قصة نجاح طلابنا، فارس هو عبارة عن قصة نجاح. علاقة pH مع OH سالب طردية، نعم يا سدل، علاقة pH مع OH ماينس علاقتها طردية. أحبائي في حد عنده كمان أي سؤال بالنسبة لوحدة أو للأملاح هون أو شو ما كان أي شيء قبل، سواء كان أملاح أحماض قواعد ضعيفة أحماض قواعد قوية مفهوم أرهينيوس برونس دلوري لويس تأين ذاتي للماء، هاي أي مواضيع إذا عندكم أي مشكلة فيها سألوني عنها الآن، إذا فيش أي سؤال بإمكاني أنتقل للموضوع اللي بعده. جميل أستاذي، هسه الآن أهم شغلة أنا عندي عشان
اعرف طبيعه الملح بدي امسك الملح اشلع لينير تمام، اقسمه لايون سالب وايون موجب. الايون السالب دائما بنضيف له اتش، الايون الموجب ايش بنطلع اذا في اتش شو بنساوي؟ نحذفها منه، اذا فيش في اتش بنضيف له او اتش، اتفقنا؟ وعلى اساسه بحل السؤال، اذا كان ناتج من تفاعل حمض ضعيف مع قاعده قويه بده يكون قاعدي، حمض قوي مع قاعده ضعيفه بده يكون حمضي، اذا كانوا الاثنين قويين حمض قوي، قاعده قويه بنكون ايش؟ بنكون تحددنا انه طبيعه الملح متعادل. فاطمه هذا البث مش لكم انتم جماعه الاقتصاد المنزلي لا جماعه العلمي، ولكن اذا عندك اي سؤال بالنسبه للفيديو اللي شرحته السابق اساليني الان عليه، ما في مشكله بجاوبك عليه. اتفقنا يا حبايبي؟ اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. جميل جدا أستاذي، الآن خلصنا بذلك الأملاح. إذا ما في عندكم أي سؤال الأمور بسيطة وسهلة جدا. طبعا الحضور اليوم ما بيعجبني نهائيا، مش عاجبني لأنه العدد اللي طلب مني أعمل البث قليل جدا نسبيا مقارنة بالموجود حاليا، هذا دليل على أنه في مشكلة عند الطلاب، وربنا يجيب اللي فيه الخير. بدي أرجع أقسم القسمة تبعتي تاعت الأحماض والقواعد. الآن أستاذي أهم شغلة هون أنا بدي أحدد المادة، هل هي حمض أم قاعدة؟ هاي حمض وهي أحلى قاعدة. الآن أستاذي حكينا إذا كان عندي حمض ضعيف التأين، قلنا التأين شو بيكون؟ تأين جزئي. أنا هسه حاليا بدي أشرح الأيون المشترك وهو الدرس الأخير في هاي الوحدة. حمض ضعيف يعني تأين جزئي، جميد جميد كركي، بنعبر عنه بسهمين بتفاعل منعكس. الآن أستاذي دائما وأبدا في الحمض الضعيف يكون تركيز الـ H3O بلس فيه أقل من تركيز الحمض لأنه تأينه جزئي، ويكون بذلك حكينا الحصة الماضية أنه تركيز الـ H3O بلس إيش ماله؟ يساوي تركيز القاعدة المرافقة للحمض، تركيز القاعدة المرافقة لهذا الحمض لأنه التأين فيه متساوي. وحكينا بيجي السؤال بالنسبة للحسابات، أنا قاعد براجع بالإشي اللي أخذناه في الحصة الماضية عشان نربطه مع حصتنا لليوم. بيجينا السؤال إما لحساب الـ Ka أو لحساب الـ pH نسبيا. حكينا عشان نحسب الـ Ka منعوض على القانون، Ka بتساوي تركيز الـ H3O بلس الكل تربيع على تركيز الحمض. أما عشان نحسب الـ pH شو منعوض؟ منعوض على قانون تركيز الـ H3O بلس يساوي تحت الجذر لقيمة الـ Ka في تركيز مين؟ الحمض. طبعا شو بعديها بنساوي؟ بنحسب قيمة الـ pH اللي هي بتساوي سالب لوغاريتم تركيز الـ H3O بلس. هذا بالنسبة للسؤال المتعلق في مين؟ بالحمض الضعيف. أما إذا كان عندي قاعدة ضعيفة كيف بدي يكون حلنا للسؤال؟ إذا كان عندي قاعدة ضعيفة أسم أز أستاذي يكون فيها التأين تأين جزئي. ومعنى التأين جزئي يعني بنعبر عنه بسهمين أو بتفاعل منعكس. الله يسلمك يا رب. طيب الآن أستاذي أهم شغلة يكون تركيز الـ OH- يقل من تركيز القاعدة لأنه التأين فيها تأين شو ماله؟ تأين جزئي. وبالتالي أستاذي إحنا بنحسب تركيز الـ OH- اللي هو يساوي دائما وأبدا حكينا تركيز الحمض المرافق للقاعدة. ففي الحمض قلنا تركيز الـ H3O بلس يساوي تركيز الحمض، أما في القاعدة يكون تركيز الـ OH ماينس يساوي تركيز الحمض المرافق. وبيجينا السؤال إما لحساب الـ Kb أو حساب الـ pH على السيم أز.
فعشان نحسب الكيبي بنقول الكيبي شو بتساوي؟ بتساوي تركيز الـ OH minus الكل تربيع على تركيز مين؟ تركيز القاعدة، تمام. أما عشان نحسب الـ pH شو بنقول؟ بنقول تركيز الـ OH minus شو بيساوي؟ بيساوي تحت الجذر لقيمة الكيبي في تركيز القاعدة. القانون هذا نفس القانون هذا بس بعد الضرب التبادلي، وبعد ما انا احسب تركيز الـ OH- بدنا نحسب تركيز الـ H3O+ على قانون الكي ووتر اللي هو 1 ضرب 10 قوة سالب 14 على تركيز الـ OH-، ومن ثم بنحسب الـ pH بعديها بحسابها كالتالي: pH سالب لوغاريتم تركيز ايون الـ H3O+. هذا بالنسبة لحسابات الحمض الضعيف أستاذي. الآن أستاذي أسماء، إحنا شرحنا الأملاح، الآن حاليا قاعدين بنشرح في الأيون المشترك. بتمنى من الجميع يعمل دعوة لأصحابه على أساس ما يجيناش في نص الفيديو وقلنا أستاذ أنا أول مرة أو جيت من نص الفيديو، فبتمنى من الجميع يعمل دعوة لأصحابه عشان يحضر الفيديو عشان ما حدا يروح عليه أي شيء. الآن أستاذي هيك رجعنا الإيش؟ الحمض الضعيف والقاعدة الضعيفة. الآن أستاذ لما أجي أحكي على الأيون المشترك، ومعنى أيون مشترك إما يكون مكون من حمض ضعيف زائد ملحه، أو قاعدة ضعيفة زائد ملحه. الحمض الضعيف والملح أو بنسمي ملحه أيونه المشترك، أيونه المشترك، وهون نفس الشيء أيونه المشترك. بحيث أستاذي أول شغلة بتهمني في الحمض الضعيف وملحه بتهمني اللي هو صيغة الأيون المشترك. دائما هذا السؤال بيجيني، السؤال الثاني فرع ألف في الوزارة. السنة الماضية إجا عليه 7 علامات، ممكن يجي من 7 إلى 9، ممكن يوصل 10-12 حسب توزيع العلامات، ولكن كحد أدنى بيجي عليه 7 علامات. الآن أستاذي أول شغلة بتهمني هون صيغة الأيون المشترك. صيغة الأيون المشترك دائما وأبدا صيغة الأيون المشترك في الحمض الضعيف وملحه تساوي اللي هي صيغة القاعدة المرافقة للحمض. كيف يعني أستاذي؟ كمان شوي راح نعرف. العكس تماما هون، صيغة الأيون المشترك بين قاعدة ضعيفة وملحها في الماء عبارة عن شو؟ خلينا نشوف صيغة الأيون المشترك اللي حكى الحمض المرافق. أحسنت أستاذي، صيغة الأيون المشترك هي تساوي صيغة الحمض المرافق للقاعدة. اتفقنا يا قوم؟ فهون صيغة الأيون المشترك هي القاعدة المرافقة للحمض، هون صيغة الأيون المشترك هي الحمض المرافق للقاعدة. اتفقنا؟ طيب ناخذ مثال وقول لي السؤال: اكتب صيغة الأيون المشترك لكل من المحاليل الآتية. ناخذ كمشة محاليل، هاي المحلول وهاي الأيون المشترك. مثلا لو أخذنا HCN و NaCN، مثلا لو أخذنا HCOOH و HCOOK، مثلا لو أخذنا HNO2 و LINO2، NH3 و NH4Cl، N2H4 و N2H5Br، ان مثلا سي اتش 3 ان اتش 2 خلينا نحكي، مثلا سي اتش 3 ان اتش 3 سي ال. الان استاذي
بهمني انا اشوف المحلول تبعي مكون من ايش وايش، من حمض ضعيف وملحه ولا قاعدة ضعيفة وملحها. إذا كان حمض ضعيف وملحه، الأيون المشترك هو الحمض، القاعدة المرافقة للحمض. إذا كان قاعدة ضعيفة وملحها، الحمض المرافق. قاعدة مرافقة منشيل آت، حمض مرافق منزيد آت. تعالوا تطلعوا هذا حمض مع ملح. ما دام حمض مع ملح بدي أكتب القاعدة المرافقة، شيلوا آت مباشرة من الحمض، شو بدي يصير؟ CN minus. بس بدي أكتبها زي هيك، علامتين مبروكات عليكم. آت سي أو آت آت سي أو كي، حمض ضعيف مع ملحه، بدي أشيل آت من الحمض، شو بدي يصير؟ آت سي أو أو minus. جميل. الآن هون حمض ضعيف مع ملحه، وين الحمض؟ هيو، بدي أشيل منه آت، ماليش في الملح، خلص بشيل آت، شو بتصير؟ NO2 minus. NH3 والله قاعدة مع ملحها بدي أزيد لها H، شو بدها تصير؟ NH4 موجب. N2H5Br، N2H5Br، N2H4 عفوا مع N2H5Br بزيد H لل N2H4، شو بدها تصير؟ N2H5 موجب، بزيد لها H. دائما القاعدة بزيد لها H. CH3NH2 CH3NH3Cl، هاي قاعدة ضعيفة مع ملحة، فبالتالي بدي أزيد H وبنزيد H للآخر لمجموعة الـ NH، فبالتالي شو بدها تصير؟ CH3NH3 موجب، وهو الحمض المرافق للقاعدة. الآن أستاذي فيش داعي نعمل معادلة، صالح الروسان تحياتي سعد مساء، فيش داعي نعمل معادلة، خلص مباشرة إذا كان قاعدة ضعيفة مع ملحة بنكتب الحمض المرافق يعني بنزيد H. أما إذا كان عندي حمض ضعيف مع ملحه نكتب القاعدة المرافقة يعني منشيل من الحمض H بلس. بس الموضوع سهل جدا وبسيط جدا أستاذي، هون بيجي إما حمض ضعيف مع ملحه أو قاعدة ضعيفة مع ملحة في الماء. اتفقنا يا قوم؟ جميل كراكي. نيجي الآن أستاذي على الجزئية اللي بعدها، بيجين أستاذي ما أثر إضافة الملح على كل مما يلي، ما أثر إضافة الملح على كل مما يلي. إضافة الملح أو الأيون المشترك، على كل مما يلي. الآن أستاذي أهم شغلة أستاذي به يجيني على شكل ثلاث شغلات أو واحدة من الثلاث شغلات هدول، تركيز الـ H3O بلس، تركيز الـ OH ماينس، وقيمة الـ pH. أنا بحفظ واحدة والباقي كله عكسها على جدول معباس. يعني إذا إجيت أنا حكيت إضافة الملح بس كتفسير يعني تزداد تقل تبقى ثابتة ليس إلا أنا مطالب، فأنا بالتالي لما أجي أقول إضافة الملح، هذا الملح دائما وأبدا ملح قاعدي، لما أضيفه للحمض الضعيف دائما وأبدا تركيز الـ H3O بلس سوف يقل. إذا قل تركيز الـ H3O بلس دايرك بدك تحكي لي تركيز الـ OH ماينس يزداد أو يزيد، تقيمة الـ pH تزداد أو يزيد، أو خلينا نقول تزداد أحسن. فبالتالي هون أستاذي إنه العلاقة بين هذول علاقة طردية، فما دام هذول الثنتين علاقتهم طردية مع الـ H3O بلس فالـ H3O بلس بتقل، إذا الـ OH ماينس تزداد، قيمة الـ pH أيضا تزداد. أكيد صالح أستاذي راح نحفظ البث على الصفحة، راح يكون موجود على الصفحة للكل إن شاء الله عشان يستفيد منه. الآن أستاذي لو سألت سؤال أيضا على نفس السياق بالنسبة لإضافة الملح للقاعدة الضعيفة زائد ملحها، بقول لي السؤال كالتالي، ما أثر إضافة الملح؟ طبعا هذا السؤال أخذناه في الفيديو السابق، بس الآن إحنا بنركز عليه كمعطى اللي هو لطلاب العلمي، الأيون المشترك على كل مما يلي. نفس السياق أستاذي ممكن يسألني على تركيز الـ H3O بلس، ممكن يسألني على تركيز الـ OH ماينس، وممكن يسألني على قيمة الـ pH. طبعا واحدة نحفظها وعكس بعض، أو ممكن أنا أحفظ بس هاي مثلا والثانيات الباقيات عكسهم، مش هاي تقل تزداد تزداد، هون ما دام هون تقل هون شو بدي يصير لها في القاعدة الضعيفة؟ علاقة عكسية، فبالتالي هون بدها تزداد، هون تقل الـ OH- وهون الـ pH كمان تقل.
فعلى اساس انه علاقه بينهم طرديه وعكسيه مع تركيز الاتش 3 او بلس. هون هيك الامور تمام التمام. طبعا الان يعني عندي هون علامتين بالنسبه للجزئيه الاولى وثلاث علامات بالنسبه للجزئيه الثانيه. هي هون يعني كسبنا بحدود الايش، بحدود الخمس علامات. هاي الجزئيه اللي هي اثر اضافه الملح على الايون المشترك سواء كان للحمض الضعيف مع ملحه او قاعده ضعيفه مع ملحه، تيجي بالعاده من ضمن السؤال الاول فرع الف، السؤال فرع 10 او 11 حسب ترتيب الاسئله، ولكن اجمالا بيجي عليها ثلاث علامات على كلمه تقل او تزداد او تبقى ثابت. فبدنا نركز على هاي المعطيات عشان ما نضيع هاي الفكره. الان استاذي اخر جزئيه بالنسبه لحسابات الايون المشترك، وهي اهم جزئيه بالنسبه لهذا الفيديو، اللي هو لحساب البي اتش. لحساب البي اتش، كيف يمكن حساب البي اتش؟ حساب البي اتش استاذي بيعتمد على قانونين، سواء كان للحمض الضعيف مع ملحه او قاعده ضعيفه مع ملحه في الماء. عشان نحسب البي اتش استاذي، حساب البي اتش هون بنعوض على قانون تركيز ال H3O بلس يساوي Ka في تركيز الحمض على تركيز الملح. هذا القانون، والقانون الثابت فارس تبقى ثابتة عند إضافة ملح متعادل إلى حمض قوي أو قاعدة قوية. حمض متعادل لإيش؟ حمض ملح متعادل عفوا لحمض قوي أو قاعدة قوية، فتبقى البيئات ثابتة. بينما إضافة الملح تمام للحمض الضعيف مع إضافة الملح للحمض الضعيف بي اتش تزداد، إضافة الملح للقاعدة الضعيفة بي اتش تقل. الآن بينما لحساب البي اتش للقاعدة الضعيفة مع ملحها في الماء يكون كالتالي: تركيز الـ OH- يساوي KB في تركيز القاعدة على تركيز مين؟ على تركيز الملح. هذا القانون بستخدمه لحساب البي اتش في حال كان عندي حمض ضعيف مع ملحه، وهذا القانون لحساب البي اتش اذا كان عندكم شو؟ قاعدة ضعيفة زائد ملحها في الماء. الموضوع بسيط سهل جدا استاذي، ما بدنا نضيع اي فكره من هاي الافكار، فبدنا نركز على المعطيات الموجوده عندي عشان ما نضيع اي فكره من هاي الافكار. اتفقنا؟ بتمنى منكم على ورقه تلخصوا هاي المعطيات طبعا على اساسها، لانه راح نحل، لانه انا بهمني شغلتين، انا عشان احسب البي اتش قبل اضافه الملح، وعشان احسب البي اتش بعد اضافه الملح. عشان احسب البي اتش قبل إضافة الملح بدنا نعوض على القانون اللي أخذناه في الحصة الماضية اللي هو هذا القانون، وعشان نحسب بي اتش بعد إضافة الملح بدنا نعوض على هذا القانون. عشان نحسب بي اتش للقاعدة الضعيفة لحالها بدنا نعوض على هذا القانون يا ربي، وعشان نحسب البي اتش بعد إضافة الملح بدنا نعوض على هذا القانون. فبهمنا على اساس يكون بيئات قبل وبيئات بعد. طبعا راح اعطيكم سيد صالح، راح اعطيكم ورقه عمل وراح نحل اسئله كثير اليوم، بس اهم شغله تركزوا معي، راح تنزل ورقه العمل والامتحان على جروب كيمياء التوجيهي معنا غير، على مجموعه كيمياء التوجيهي معنا غير. نقول بسم الله. نبلش الحسابات استاذي، وأول سؤال بيحكي لنا كالتالي. بيقول لي السؤال: محلول مكون من الحمض الضعيف HX وملحه NAX بتراكيز متساوية، ملحه NAX بتراكيز متساوية وقيمة التركيز اللي هو 1% مول لكل لتر تمام، وقيمة الـ Ka للمحلول للحمض الضعيف تساوي كم؟ تساوي 1 ضرب 10 قوة سالب 4. شو بيقول لي السؤال؟ أوجد ما يلي. أول فرع بقول لي صيغة الأيون المشترك، ثاني فرع بحكي لي ما أثر إضافة
الملح اللي هو NaX على قيمة كل مما يلي للمحلول. أول شغلة اللي هي تركيز الـ H3O+. ثاني شغلة اللي هي تركيز الـ OH-. ثالث شغلة اللي هي قيمة الـ pH. السؤال الثالث بيحكي لنا احسب التغير في قيمة الـ pH. هاي معطيات سؤال على نمط امتحان وزارة. الآن أستاذي أول شغلة بدي أجي أطلع السؤال شو بده؟ بده صيغة الأيون المشترك. صيغة الأيون المشترك ما دامه عندي حمض ضعيف مع ملحه في الماء، فشو بدها تكون؟ القاعدة المرافقة للحمض اللي هي X minus. الآن في داعي أكتب المعادلات؟ لا أستاذي ما في داعي نكتب معادلات التأين، لأنه الآن نكتبها إلا إذا طلبها السؤال، أما ما طلبهاش ما بنكتبها، فيش داعي. فخلص القاعدة المرافقة للحمض هي كسبنا علامتين. الآن إضافة الملح على الحمض الضعيف شو بيسوي للH3O+؟ شو مالها؟ تركيزها تقل. بالنسبة للOH- تركيز الOH- تزداد. البH شو مالها؟ أيضا تزداد، لأنه علاقتهم طردية وعكسية مع الH3O+. نيجي الآن أستاذي على الأهم، شو بقول لي السؤال؟ بقول لي السؤال احسب التغير في قيمة البي اتش. معنى التغير يعني دلتا، دلتا بي اتش، دلتا بي اتش. ومعنى دلتا بي اتش أستاذي يعني بدي أطرح دائما وأبدا البي اتش الكبير من البي اتش الصغير. وما إنه إضافة الملح للحمض الضعيف تمام بي اتش فيها بتزداد، يعني بدي أطرح أنا دائما وأبدا بي اتش بعد إضافة الملح من بي اتش قبل إضافة الملح. ولكن عشان ما نخربط خلص دائما إحنا بنطرح البي اتش الكبير من الصغير ودلتا بي اتش، لأنه دائما قيمتها شو مالها؟ قيمتها موجبة. فلذلك أنا في الأول بدي أحسب بي اتش قبل إضافة الملح وبي اتش بعد إضافة الملح. عشان أحسب بي اتش قبل إضافة الملح من نعوض على قانون اللي أخذناه في الحصة الماضية. إيش القانون اللي أخذناه الحصة الماضية؟ القانون اللي أخذناه الحصة الماضية هو قانون تركيز الـ H3O+ يساوي تحت الجذر لقيمة الـ Ka في تركيز الحمض. أما عشان أحسب بعد بدي أعوض على القانون الجديد اللي أخذناه اليوم اللي هو تركيز الـ H3O+ يساوي Ka في تركيز الحمض على تركيز الملح. هاي المعطيات مهمة جدا أستاذي أعوض عليها. الآن بساوي بقول تحت الجذر لقيمة الـ Ka. الـ Ka معطيني إياها أستاذي؟ معطيني إياها. لي كم تساوي قيمتها؟ 1 ضرب 10 قوة سالب 4 ضرب تركيز الحمض. كم معطيني إياه؟ معطيني الحمض والملح تركيزهم متساوي اللي هو 1%، اللي هو كم يساوي؟ 1 ضرب 10 قوة سالب 2، ويساوي تحت الجذر 1 في 1 1 سالب 4 ضرب سالب 2 سالب 6 تحت الجذر شو بتساوي؟ اللي هي 1 ضرب 10 قوة سالب 3. هاي تركيز الـ H3O+. بس أنا ما بدي أحسب الـ H3O+، بدنا الـ pH. بنقول الـ pH بتساوي سالب لوغاريتم تركيز الـ H3O+ اللي هي تساوي سالب لوغاريتم الواحد ضرب 10 قوة سالب 3 وتساوي 3. وعلمناكم الحصة الماضية كيف نوجدها بكل سهولة. الموضوع بسيط وسهل ومباشر، الأمور مبشرة إن شاء الله بالخير. في حد عنده أي سؤال لغاية اللحظة؟ جميل. الآن أستاذي بدي أحسب الـ pH بعد إضافة الملح. قيمة الـ Ka ثابتة ما تغيرت، اللي هي 1 ضرب 10 قوة سالب 4 ضرب تركيز الحمض. كم معطيني إياه؟ 1 ضرب 10 قوة سالب 2 اللي هي 1%. تركيز الملح 1 ضرب 10 قوة سالب 2. طيري يا طيارة طيري، شو صفى عندي؟ ورقة وجنحان. 1 ضرب 10 قوة سالب 4 هذا تركيز الـ H3O+. فمنقول الـ pH بتساوي pH بتساوي سالب لوغاريتم تركيز الـ H3O+ اللي هي سالب لوغاريتم الواحد ضرب 10 قوة سالب 4 وتساوي 4. دائما وأبدا الأصل pH تزداد، الأصل
بيئات تزداد. هل زادت البيئات؟ هاي بيئات قبل إضافة الملح ولا بعد؟ هاي بعد وهاي قبل. هل بيئات زادت؟ نعم زادت، فبالتالي لازم بيئات تزيد بعد إضافة الملح. خلصنا من حل السؤال؟ لا أستاذي، شو ضايل علينا؟ آخر جزئية. نقول الدلتا بيئات شو بتساوي؟ بيئات الكبير ناقص البيئات الصغير اللي هي 4 ناقص 3 وتساوي 1. وهيك منقول للسؤال شطبنا اسمه من دفتر العزوبية. حي الله هبة، تشرفنا فيكي. شكرا شكرا يا صالح، صالح الروسان الوحش. اتفقنا يا قوم، الموضوع سهل جدا وبسيط جدا، ما بده أي مشكلة. ناخذ another question for this idea. كيف نحكي انجليزي؟ انجليزي ده يا مرسي. طيب تعالوا تنشوف هذا السؤال. بقول لي السؤال احسب كم غراما من الملح هكونا اللازم اضافتها الى 400 مل من محلول الحمض تركيزه 2 بالعشرة حتى تكون 3 البيئات 3.4. يا الله شو السؤال هذا، من وين جبته يا استاذ؟ هذا سؤال وزارة، هذا من انماط شوي اللي بنحكي عنها مستويات عليا في اسئلة الوزارة. عشان احل هذا السؤال استاذي، اول شغلة باخذش السؤال كمشي وحدة، باخذش السؤال كمشي وحدة، باخذه على اجزاء. باجي بحكي هون أول شغلة بدي أحسب كم إغراما، يعني نريد ماذا؟ نريد ماذا يا هذا؟ نريد الكتلة، فبدنا الكاكا لمين؟ للملح هكونا، أو خلاص بكتب كتلة الملح. جميل، اللازم إضافتها إلى 400 مل، يعني الحجم يساوي 4 ضرب 10 قوة سالب 1. تمام، الآن في تركيزه 2 بالعشرة، هذا تركيز الحمض يساوي 2 ضرب 10 قوة سالب 1 حتى تكون البيئات تساوي 3.4. في عبارة مهمة جدا أستاذي من نركز عليها الآن، حطوها حلقة بدانكم. من أول ما تشوفوا بيئات مباشرة بتوجدوا تركيز الـ H3O بلس مباشرة، اللي هو 1 ضرب 10 قوة سالب pH، اللي هو يساوي 1 ضرب 10 قوة سالب 3.4. سواء كان المحلول حمض ضعيف، قاعدة ضعيفة، شو ما كان، عندي السؤال أستاذي من وجد قيمة الإيش الـ H3O بلس من البي اتش. الآن أستاذي ما دام اتفقنا الحصة الماضية، ما دام عندي كسر عشري، شو بنعمل؟ نجمع ونطرح بتنجان ونلعن راس مين أو الزعلان. سالب 3.4 بحط على اليمين 4 وأحط على اليسار سالب 4، بكمل الحل؟ لا بكملش. الرقم هذا مباشرة شايفينه؟ هيو دائما وأبدا يكافئ الرقم اللي جوا اللوغاريتم، شايفينه؟ هيو اللي هو 4، فهذا الرقم يساوي 4 ضرب 10. قوة قديش ضل عندي هون؟ ضل عندي سالب 4، فبكتب هون 10 قوة سالب 4. هذا هو ايش؟ تركيز ال H3O بلس. اتفقنا؟ طيب باجي بطلع عندي حمض ضعيف ولا قاعدة ضعيفة. اذا حمض ضعيف بوجد خلص بثبت على H3O بلس، اذا قاعدة ضعيفة بوجد ال OH ماينس من خلال ال H3O بلس. تمام؟ لا استاذي ليش 6؟ انت قصدك 6 بالعشرة صالح؟ لا استاذي احنا هون فيش داعي نجمع ونطرح 6 بالعشرة، خلص مباشرة بنحط الرقم الاكبر منه وبناخذ مكملته، فبالتالي الان اوجدت ال H3O بلس. تمام، الان استاذي معطيني من ضمن معطيات السؤال ايضا قيمة ال Ka تساوي 2 ضرب 10 قوة سالب 4، والكتلة المولية للملح تساوي مين؟ تساوي 68 اغرام لكل مول. الآن معطيات السؤال جاهزة، أنا بدي كتلة. دائما وأبدا عشان نوجد الكتلة لازم نوجد التركيز، لازم نوجد التركيز. والتركيز الآن على أي قانون بنوجده؟ ما دام المحلول مكون من حمض ضعيف زائد ملحه، الموضوع بسيط يا جماعة، الموضوع بسيط يا صالح يا حسام يا هبة. أهم شغلة تركزوا معي هون، براء ركزي معي، تركيز الـ H3O بلس. براء اعملي دعوة على الجروب عشان الكل يشوف. تمام، الآن تركيز الـ H3O بلس يساوي Ka في تركيز الحمض على تركيز الملح. الآن أستاذي أنا بدي تركيز الملح عشان أطلع من خلاله الكتلة تبعت الملح، بضرب ضرب تبادلي عشان أوجد في البداية تركيز الملح،
فببدل شجلي بلجلب ما بين تركيز الملح مع تركيز الـ H3O بلس، نعم بدون ما نطرح نجمع 6 بالعشرة، خلص بنختصرها مباشرة. فبالتالي هون بنقول تركيز الملح، أنا بجاوب في الأسئلة من خلال حلي للسؤال، تركيز الملح كم يساوي أستاذي؟ يساوي بالضرب التبادلي لا الإيش للـ H3O بلس والـ Ka، فبتساوي Ka في تركيز الحمض، ضلوا زي ما هم بس مننزل مكانها إيش تركيز الـ H3O بلس، منعوض تعويض مباشر بهذا الشكل. فشو منقول هون يا قوم؟ منقول الـ Ka كم تساوي؟ هالعدته 2 ضرب 10 قوة سالب 4 ضرب تركيز الحمض كم يساوي يا قوم؟ معطيني يا السؤال هيو 2 ضرب 10 قوة سالب 1 على تركيز الـ H3O بلس احنا حسبنا اوريدي 4 ضرب 10 قوة سالب 4. طبعا هذا من أصعب أنماط الأسئلة اللي ممكن تيجي في الوزارة، وتطلعوا الأرقام ما أبسطها، يعني أسهل حتى من أرقام الكتاب. باجي الآن بضرب 2 ضرب 2 بيقولوا لي 4، بنطيرها مع الأربعة اللي تحت، 10 قوة سالب 4 مع 10 قوة سالب 4 طارت، شو بتصفي يا قوم؟ بتصفي كالتالي، بتصفي ايش؟ 1 ضرب 10 قوة سالب 1، هذا تركيز الملح، شو وحدته؟ مول لكل لتر، بحاسبنا وحدات القياس؟ لا، ما بحاسبنا عليها، خلصنا؟ لا، بدي اطلع الكتلة، فبالتالي باجي بحكي قانون التركيز، قانون تركيز الملح شو بيساوي؟ كاكا على كيلو مانجا في حاحة. أنا بدي كاكا، فبالتالي بضرب كمان ضرب تبادلي، فبقول الكتلة كم تساوي؟ كتلة الملح تركيز الملح ضرب الكتلة المولية ضرب الحجم. تركيز الملح كم يساوي يا قوم؟ هرعيدته حسبناه اوريدي، 1 ضرب 10 قوة سالب 1. كتلة المولية كم تساوي؟ معطيني اياها 68. الحجم كم يساوي؟ 4 ضرب 10 قوة سالب 1. في عملية ضرب خفيفة لطيفة نظيفة 4 في 8 قديش تساوي؟ 32 صح؟ 4 في 8 مش 32؟ طيب 4 في 6 24 و3 كم؟ 27 سالب 1 وسالب 1 سالب 2 وشو وحدتها؟ الغرام. هيك حسبنا الكتلة. طبعا أستاذي الآن أستاذي أهم شغلة في معطيات السؤال لما أجي أنا أحل هذا السؤال ما ألخبطش، يعني في بعض الطلاب يقول لي بدي كتلة، عشان أوجد الكتلة بدي أوجد عدد المولات، بيجي بحل السؤال بطريقة ملخبطة، بيجي بدي أوجد عدد المولات، والله عدد المولات مش معي، بدي أوجد التركيز، تركيز الملح من وين بدي أوجده؟ والله مش عارف، بدي أوجد الإيش؟ H3O بلس، فلما يجي على حل السؤال بهاي الطريقة المخربطة بضيع حاله، فأهم شغلة من أول ما أنا أشوف البي اتش مباشرة بوجد من خلالها تركيز الـ H3O بلس، باجي بقول أنا عشان أوجد الكتلة بدي أوجد تركيز الملح في البداية، القانون اللي فيه تركيز الملح اللي هو قانون الأيون المشترك تبع الحمض الضعيف، فبالتالي بعوض السؤال بدلالة تركيز الملح وببلش أحل، طلعت تركيز الملح، مجرد ما طلعت التركيز بطلع الكتلة، إما بتعويض عدد المولات في الأول بعدين أوجد من خلاله، أو بعوض على قانون كيلو مانجا على كاكا على كيلو مانجا في حاحة مباشرة، بحيث بوجد الكتلة إركاض في خطوة واحدة. فهي الأسئلة بدنا ندير بالنا منها، سهلة جدا، ولكن بدنا نركز في أنه نحل السؤال في أسهل طريقة ممكنة وفي أقل وقت ممكن. حلينا هذا السؤال. في حدا عنده أي سؤال يا قوم هون؟ في حدا عنده أي استفسار؟ في حدا عنده أي استفسار؟ في حدا حاب يسألني أي سؤال أستاذي لغاية اللحظة؟ في حدا حاب يسأل يا قوم؟ اللي عنده سؤال يسألني قبل ما نخش على اللي بعده.
ما دام فيش حدا عنده أي سؤال لغاية اللحظة، خلينا ننتقل على السؤال اللي بعده. ربي يسعدك يا محمد، ربي يفتح عليك يا ربي. يعني كمان بدنا تقريبا نص ساعة يا فارس، نص ساعة بالكثير إن شاء الله. الموضوع بسيط، بس بدنا نحل أسئلة وزارة، بدنا نحل تركيات أسئلة وزارية على هذا الدرس عشان الأمور بتكون 100 100. خليك يا فارس عشان ما تضلكش تسألني إذا فاهم أو مش فاهم، خليك في البث. سلمت يا ابن عمي. طبعا احنا في ضيافة حبيبنا أحمد أبو صعب، عشان النت ما يقولوش إنه بيقطع، فشبكنا من عنده نت عشان، فاحنا اليوم محبوسين عنده كمان، وهينا تحدينا الحظر عشان ايش؟ عشان انتوا تستفيدوا. طبعا المتابعة اليوم قليلة جدا. طلاب الله يعينهم. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم في هذا السؤال. بيقول لي السؤال في محلول HF تركيزه 1:10 مول لكل لتر، جميل، هذا حمض ضعيف. تركيز ال H3O بلس اللي هو 8×10³³، بده قيمة ال KA. آها، أنا أحسب قيمة ال KA بناء على مين؟ لمين؟ للحمض. معطيني سيرة أو جايب لي سيرة ملح السؤال؟ لا والله ما هو جايب لي سيرة ملح. جميل، فما دام السؤال متجايب لي سيرة ملح، عوض على قانون الملح ولا على قانون الحمض الضعيف؟ طبعا على قانون الحمض الضعيف، لأنه مش جايب لي سيرة ملح. فعشان نحل الفرع الأول أستاذي، بدنا نعوض على قانون تركيز الـ H3O بلس يساوي تحت الجذر لقيمة الـ KA في تركيز الحمض، لأنه السؤال مش جايب لي سيرة ملح. اتفقنا؟ جميل، فبتساوي تحت الجذر لقيمة الـ KA، كم تساوي الـ KA؟ احنا بدنا اياها استاذي، صح؟ فتعويضنا على القانون هذا غلط اصلا. اللهم صل على سيدنا محمد. عشان نحسب الـ KA كيف بدنا نحل؟ قول الحق على ادم لان طلعت عليك لما جيت. طيب اللهم صل على سيدنا محمد، احنا بدنا نحسب قيمة الـ KA، فقيمة الـ KA على قانونها اللي هو تركيز الـ H3O بلس الكل تربيع على تركيز الحمض، هو نفس القانون اللي كتبته بس بدنا نضرب ضرب تبادلي، فليش نغلب حالنا ونضرب ضرب تبادلي ما دام السؤال معوض بدلالة الـ KA. فبالتالي الآن تركيز الـ H3O بلس هيو معطيني إياه السؤال 8×10³³، الكل تربيع تنسوهاش، على تركيز الحمض كم معطيني اياه؟ 1:10، هي 1 مش 2، 4×10³ شو؟ 1، 8 تربيع 64 شباك رقم 5 × 10^-6 على 1×10^-1، طيري يا طيارة طيري صفت 64 عفوا × 10^-5 شو؟ 5، هي هي قيمة الـ KA. خلصنا؟ اه والله خلصنا. السؤال الثاني شو بحكي لنا حبايبي؟ إذا أضيف إلى 1 لتر، يعني الحاحة تساوي 1 لتر، الحجم يساوي 1 لتر، 64% مول، يعني معطيني عدد مولات، بس عدد مولات مين؟ الملح NaF، فبالتالي عدد مولات الملح تساوي 64×10^ شو؟ سالب 2، شو بده؟ قيمة الـ pH، بده دلتا ولا قيمة؟ والله بده قيمة، بس الأول ما دام السؤال معطينا عدد مولات وحجم، من أول ما تشوفوا عدد مولات وحجم لا تفكروا إلا بإيجاد مين؟ بإيجاد التركيز، وهون بدنا نوجد تركيز مين يا شباب وصبايا؟ نوجد تركيز الملح، اللي هو يساوي حاصل قسمة عدد المولات على الحجم. عدد المولات كم يساوي؟ 64×10^-2 على الحجم كم يساوي؟ 1، ويساوي 64×10^-2. ممكن فارس يقول لي استاذ ما هو الحجم 1، خلص ليش نوجد التركيز؟ استاذي على علامات، علامه على القانون، علامه على الجواب. إذا فيش علامات أستاذ ممكن يقول لي الحجم 2 لتر، فبالتالي هون بدنا نركز إنه نوجد يا أحمد خطاب الإيش القانون، نكتب القانون أهم شغلة ونعوض على أساسه ونوجد التركيز. أوجدنا تركيز الملح، بعدين بدنا قيمة الـ pH، ما دام حمض ضعيف وملحه بدنا نعوض على قانون تركيز الـ H3O بلس، لو شو بيساوي؟ بيساوي KA في تركيز الحمض على تركيز الملح، ويساوي KA كم قيمته؟ قيمتها احنا حسبناها، ها
رعيتها للاسف الشديد. اذا كانت قيمه كي اي غلط هون، الجواب هون 100% غلط، ديروا بالكم. فبالتالي هون قيمه الكي اي معطيني اياها السؤال 64 ضرب 10 قوه سالب 5، او احنا اوجدناها عفوا بالسؤال، ضرب تركيز الحمض كم معطيني اياه؟ 1 ضرب 10 قوه سالب 1. تركيز الملح احنا اوجدناه اللي هو 64 ضرب 10 قوه سالب 2. طلعوا كيف الوزارة بيختاروا الأرقام عشان تكون مباشرة وسهلة وتشطبوها على السريع. طيروا 64 مع 64، تمام؟ سالب 5 مع السالب 2 شو بتصفي؟ سالب شو؟ 3. إذا بتصفي كم؟ طارت 64 صفت 1 ضرب 10 قوة سالب 4. جميل، منطلع الـ pH، بده الـ pH تساوي سالب لوغاريتم تركيز الـ H3O+ وتساوي سالب لوغاريتم الواحد ضرب 10 قوة سالب 4 وتساوي في النهاية كم؟ مباشرة 4. الأسئلة الوزارية على هذا النمط كثير سهلة أستاذي، بس من نركز كمعطيات إنه نمسك السؤال بكل بساطة ونحله بكل بساطة عشان ما نضيع وقت الامتحان وإحنا قاعدين بنحل. ترتيبنا للحل هو اللي بيساعدنا إنه نختصر الوقت قدر الإمكان عشان تكون أمورنا 100%. 30 ثانية بنعطيكم، إذا في حد عنده أي سؤال منجاوب، فيش حد عنده أي سؤال منكمل. ما في حد عنده أي سؤال، مباشرة نيجي على الجزء اللي بعده. نيجي تنيجي على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده شو بحكي الأستاذي؟ احسب التغير، احسب التغير في قيمة الـ pH. يعني أنا هون بدي الدلتا pH. جميل كراكي. الآن عند إضافة 2 بالعشرة مول من الملح، هاي عدد مولات الملح، إلى لتر من محلول القاعدة، يعني الحجم يساوي 1 لتر. الـ NH3 كقاعدة معطيني تركيزها يساوي كم؟ 2 ضرب 10 قوة سالب 1، علما انه الكي بي معطيني قيمتها 2 ضرب 10 قوة سالب 5، ومعطيني لوغاريتم الاثنين ولوغاريتم الخمسة. الان استاذي هون انا بدي عدد مولات، عفوا بدي التغير في قيمة البي اتش. ليش ما قلنا عدد مولات الملح؟ بدنا التغير في قيمة البي اتش بس معطينا عدد مولات الملح اللي هو 2 بالعشرة. معطيني عدد مولات الملح يساوي 2 بالعشرة، ومعطينا بده ينحسب الدلتا بي اتش. الان استاذي لما يقول لي بدي دلتا بي اتش، في هاي الحالة استاذي بدي احسب بي اتش قبل اضافة الملح وبعد اضافة الملح. ولكن اجمالا ما دام شفنا هون من ضمن معطيات السؤال معطينا عدد مولات وحجم، مباشرة اهم شغلة حطوها حلقة بذهنكم تكسبوا علامتها، توجدوا التركيز عن طريق قسمة عدد المولات على الحجم. عدد المولات و2 بالعشرة اللي 2 ضرب 10 قوة سالب 1، الحجم يساوي 1 لتر، ويساوي 2 على 1 2 ضرب 10 قوة سالب 1. فبالتالي هون أستاذي ببلش في حل السؤال، ما دام أنا بدي دلتا بي اتش يعني بدي أحسب بي اتش للمحلول قبل إضافة الملح وبي اتش للمحلول بعد إضافة الملح. عشان نحسب بي اتش قبل على اي قانون يا قوم؟ بنحسب البي اتش قبل على قانون تركيز الاو اتش ماينس يساوي تحت الجذر، لانه هاي قاعده ضعيفه، فبالتالي كي بي في تركيز مين؟ القاعده. اذا بدي احسب بعد بدي اعوض على قانون الاو اتش ماينس، بس على القانون الجديد قانون الايون المشترك اللي هو شو بيساوي؟ كي بي في تركيز القاعده على تركيز الملح. الموضوع بسيط وسهل جدا، تعويض على تحت الجذر للقانون، كي بي كم قيمتها؟ 2 ضرب 10 قوة سالب 5، تركيز القاعدة كم قيمته؟ معطينا إياه 2 ضرب 10 قوة سالب 1، اضربوا يا معلمين يا بتوع المدارس، 2 في 2 4 ضرب 10 قوة سالب 5 وسالب 1 سالب
ستة تحت الجذر للأربعة اثنين، تحت الجذر للسالب ستة سالب ثلاث. هذا هو تركيز مين؟ تركيز الـ OH minus. نحسب تركيز الـ H3O plus، ففي القاعدة الضعيفة يزيد الحل خطوة واحدة اللي هو نحول ما بين الـ OH minus والـ H3O plus. مقلوب الاثنين على قانون الـ KW، 10 قوة سالب 14 على تركيز الـ OH minus. مقلوب الاثنين اللي هو يساوي 5 بالعشرة أي 5 ضرب 10 قوة سالب 11، وحركنا الفاصلة منزيد منزلة زيادة البياع، طلعنا تركيز الـ H3O plus، وعلى أساسها منطلع قيمة الـ pH. يا قوم هذا pH قبل إضافة الملح اللي هو يساوي سالب لوغاريتم تركيز الـ H3O plus اللي هو يساوي سالب لوغاريتم الخمسة ضرب 10 قوة سالب 12، ويساوي نهاية 12 ناقص لوغاريتم الخمسة اللي هي 12 ناقص كم لوغاريتم الخمسة معطيني إياها؟ 7 بالعشرة. 12 ناقص 7 بالعشرة كم تساوي؟ 11.3. هاي هي الـ pH قبل إضافة الملح. جميل كراكي، من نطلع pH بعد إضافة الملح، منعوض على القانون. كم قيمة الكبي يا قوم؟ نفس القيمة ما تغيرت اللي هي 2 ضرب 10 قوة سالب 5 ضرب تركيز القاعدة كم يساوي أستاذي؟ معطيني يا 2 ضرب 10 قوة سالب 1. تركيز الملح طلعناه اللي هو 2 ضرب 10 قوة سالب 1. طير لي هاي مع هاي، الاثنين مع الاثنين، شو صفة تركيز الـ OH minus؟ 2 ضرب 10 قوة سالب 5، هذا هو تركيز الـ OH minus. اتفقنا؟ جميل. فبالتالي بدي اطلع تركيز الـ H3O plus على نفس السياق على قانون كي ووتر، 1 ضرب 10 قوة سالب 14 على تركيز الـ OH minus. مباشرة مقلوب في متممة، مقلوب الاثنين اللي هو 5 بالعشرة اللي هو 5 ضرب 10 قوة سالب متممته اللي هو 9، منزيد 1 زيادة البياع بتصير سالب 10. أنا باخذ المقلوب في متممة مباشرة، مش داعي أعوض على قانون كي دبليو. طلعت تركيز الـ H3O بلس، في هاي الحالة بدي أطلع قيمة الـ pH. pH كم تساوي؟ سالب لوغاريتم تركيز الـ H3O بلس. طلعت على قانون الـ KW يا فارس، عوضت على قانون الـ KW، بس احنا بنختصرها اختصار مباشرة لأن القانون احنا بنختصره زي ما علمتكم اياها. فتركيز الـ H3O plus هون معطينا اياه السؤال، سالب لوغاريتم اللي هو 5 ضرب 10 قوة سالب 10، فبنقول اللي هي 10 ناقص لوغاريتم الخمسة. طبعا معطينا لوغاريتم الخمسة اللي هو 7 بالعشرة، فبالتالي بتساوي 10 ناقص 7 بالعشرة اللي هي 9.3. قلت البيئات ولا ما قلت يا قوم يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ والله قلت، هيك الأمور مية مية. إذا ما قلت فعليا بكون حلي غلط، لأنه إضافة الملح لا إيش للقاعدة الضعيفة تقلل من قيمة البيئات. فبالتالي هون أنا ما خلصت السؤال، بدي أوجد بيئات بعد إضافة، أو عفوا نوجد دلتا بيئات اللي هي تساوي الكبير ناقص الصغير. دلتا بيئات قبل اللي هي 11.3، بعد اللي هي 9.3، اطرحوهم تطلع لنا 2 اللي هي قيمة الدلتا بي اتش. اتفقنا يا قوم؟ أبالله عليكم، في حد عنده أي سؤال؟ الموضوع بسيط سهل جدا، إذا كان عندي حمض ضعيف مع ملحه أو قاعدة ضعيفة مع ملحها، من نعوض على القانون وعلى الحسابات المعطاة في 30 ثانية معاكم. إذا حد عنده أي سؤال بإمكاننا نجاوبكم عليه، إذا ما في حد عنده أي سؤال إيش؟ ندخل على السؤال اللي بعده. ما في حد عنده أي سؤال؟ حافظوا يا نانسي، راح احفظ ان شاء الله.
طيب ما دام ما حدا عنده أي سؤال نيجي على السؤال اللي بعده. الآن أستاذي اللهم صل على سيدنا محمد، الآن بلشت أحل في أوراق عمل. السؤال أسئلة من ورقة العمل موجودة في كورس المولد في الكيمياء، وعبارة عن أسئلة سنوات سابقة فيها بعض التركات على وحدة الحموض والقواعد والأيون المشترك تحديدا. خلينا نشوف هاي التركات ونحلها مع بعض. مجرد ما قلت أنا بدي أحل هاي التركات يعني إحنا فعليا أستاذ الشاشة واضحة بس عندك الإنترنت مش واضح، بس أنا عندي هاي فاتح البث عندي على التليفون والشاشة واضحة 100%. سيد حسام حبيبنا نحاول نشوف مثلا بلكن كبرنا الصورة على أساس اللي بيقول مش واضحة تكون واضحة أكثر. أنا أكبر الصورة يا سيد حسام عشان نقول لي الشاشة واضحة ولا لا. ما أظنش هيك تكون مش واضحة، هيك الأمور تمام. جميل. الآن أستاذي منبلش في السؤال. السؤال بيقول لي إذا كانت قيمة البي اتش، ما دام معطيني قيمة البي اتش لمحلول حمض الإيثانويك الذي تركيزه 2 بالعشرة، يعني معطيني تركيز الحمض يساوي 2 بالعشرة، تركيز الحمض يساوي 2 بالعشرة مول لكل لتر، معطينا قيمة البي اتش للمحلول الحمض يعني بي اتش للحمض الضعيف يعني بي اتش قبل إضافة الملح تساوي 2.72. ممكن حدا يقول لي استاذ كيف عرفت انها قبل ما دام حكالي الان استاذي البي اتش تمام لمحلول الحمض يعني هاي بي اتش قبل اضافة الحمض تمام قبل اضافة الملح عفوا. فبالتالي الموضوع بسيط. في بعض الناس يقول لي بدي اشوف البي اتش خلاص ده وجد من خلالها H3O بلس، مش داعي نوجد H3O بلس لانه لو كملنا الكلمة اللي بعدها شو بقول لي هون احسب التغير في البي اتش، يعني السؤال بده قيمة الدلتا بي اتش، وما دام السؤال معطيني قبل مريحني انا بدي احسب بس شو ماله؟ بدي احسب بي اتش بعد اضافة الملح، تمام؟ فبالتالي معطيني عند اضافة 3 بالعشرة مول من الملح، يعني عدد مولات الملح يساوي 3 بالعشرة مول. تمام الى لتر يعني الحجم يساوي 1 لتر. فمجرد ما اشوف العدد المولات واشوف الحجم في هاي الحاله شو بدنا نطلع؟ بدنا نطلع التركيز. تركيز الملح شو بيساوي؟ حاصل قسمه عدد المولات على الحجم اللي هو 3 بالعشرة على 1 اللي هو تساوي 3 ضرب 10 قوه سالب 1. هذا هو تركيز مين يا قوم؟ تركيز الملح. الآن معطيني قيمة الكي اي، معطيني لوغاريتم 1.2 يساوي 8%. بدي أحسب بي اتش بعد، هذا المطالب مني في السؤال، وعلى أساس أحسب دلتا بي اتش. ركزوا معي، نصغر الخط شوي على أساس الأمور تكون 100%. أنا بدي أحسب بي اتش شو؟ بي اتش بعد. عشان أحسب بي اتش بعد بدي أعوض ما دام حمض ضعيف مع ملحه تركيز ال H3O بلس، إذا قاعدة ضعيفة مع ملحه ببلش ال OH ماينس، فبالتالي هون كي اي في تركيز الحمض على تركيز مين؟ تركيز الملح. ويساوي كي اي كم قيمتها؟ قيمتها الكي اي 1.8 ضرب 10 قوة سالب 5. تركيز الحمض كم يساوي؟ معطيني اياه 2 بالعشرة، هاي 2 ضرب 10 قوة سالب 1. على تركيز الملح كم يساوي؟ 3 ضرب 10 قوة سالب شو؟ 1. الآن كيف بدنا نحل السؤال؟ عادي أستاذي بسيطة، الأمور سهلة. الآن أستاذي باجي بحكي كالتالي، الآن 2 ضرب 18 كم تساوي؟ 3.6 أو 36 ضرب 10 قوة سالب 5، هون سالب 1 مع سالب 1 بتطير بتصفي سالب 5، وتنسوش إنه هاي مقسومة على 3. حسام مش وضح لأنه عندك شوي هيك بكون عندك بروح وبيجي، ولكن اجمالا استاذي 3.6 على 3 تساوي 1.2 ضرب 10 قوه سالب 5. عشان تتاكدوا من صحه حلكم
تركيز ال H3O بلس الرقم اللي هون لازم يكافئ الرقم اللي معطينا اياه في اللوغاريتم. اذا ما تكافئ استاذي ديروا بالكم الحل تبعكم بيكون غلط، فبدنا نركز. فبالتالي هل نفسه؟ أو والله نفسه، اذا حلي صحيح. فعشان احسب دي اتش بدي اقول بي اتش بتساوي سالب لوغاريتم تركيز ال H3O بلس وتساوي سالب لوغاريتم اللي 1.2 ضرب 10 قوة سالب 5 اللي هي 5 ناقص لوغاريتم 1.2 وتساوي أستاذي 5 ناقص لوغاريتم 1.2 كم تساوي؟ 80%. 5 ناقص 80% كم؟ 4.92. بي اتش لازم تزداد، قبل كانت 2.72 صارت 4.92، زادت ولا ما زادت يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ والله زادت، الوضع 100 100. لوز يا لوز، اتفقنا يا قوم؟ فبالتالي هون ناقص علي بس احسب الدلتا بي اتش. دلتا بي اتش بتساوي البي اتش الكبير ناقص البي اتش الصغير. البي اتش الكبير كم تساوي؟ 4.92 ناقص البي اتش الصغير 2.72 وتساوي 2 اللي هي 2 بالعشرة. هاي دلتا بي اتش، لانه دلتا بي اتش دائما قيمتها موجبة، فبطرح الكبير من الصغير وهيك الامور 100 100 وتمام التمام يا قوم. اتفقنا؟ 30 ثانية اذا في حدا عنده اي سؤال، اذا بتحبوا تعملوا سكرين شوت اعملوا، الامور تمام وسهل وما بدها اي شيء. في حدا عنده اي سؤال يا شباب يا صبايا يا قوم؟ اني كويشن؟ في حدا عنده اي استفسار؟ جميل. الان نيجي على السؤال الثاني، وهو السؤال الثاني من ورقة العمل ايضا استاذي من كورس المورد في الكيمياء. بحكي لي السؤال، طبعا السؤال شوي في تريك بسيط سهل جدا. بقول لي السؤال: اوجد بي اتش لمحلول يحتوي الحمض الضعيف وملحه. جميل، ما دام معطيني حمض ضعيف وملحه وبده البي اتش، بنمسك البي اتش ونقول علامة استفهام. معطيني الحمض والملح ايش ماله؟ النسبة ما بين تركيزيهما 2:1 على الترتيب. فبالتالي يعني شو معناتها؟ معناتها انه تركيز الحمض على تركيز الملح شو بيساوي؟ بيساوي 2:1. فلما يقول لي استاذي النسبة ما بين تركيزيهما، يعني تركيز الحمض وعلى تركيز الملح يساوي 2:1، لانه قال لي 2:1 او 2:1 على الترتيب، 2 للحمض والملح 1، هيك بحكي لي على الترتيب. قيمة الكي اي تساوي 3 ضرب 10 قوة سالب 8، ومعطينا اللوغاريتم هي 6 تساوي 88%. الآن بده قيمة البي اتش. أستاذ الموضوع بسيط سهل جدا، فكرة السؤال وترك السؤال موجود هون فقط، ليس إلا أن أعرف أنه تركيز الحمض على تركيز الملح يساوي 2:1. فبالتالي عشان أحسب البي اتش بدنا نعوض على قانون الأيون المشترك اللي هو تركيز ال H3O بلس شو بيساوي؟ تركيز أو قيمة الكي اي في تركيز الحمض على تركيز الملح. بنعوض على القانون، قيمة الكي اي كم قيمتها؟ 3 ضرب 10 قوة سالب 8، تركيز الحمض 2، تركيز الملح 1. اضربوا 3 في 2 6 ضرب 10 قوة سالب شو؟ 8. طلعنا H3O بلس. الرقم هذا معطينا اللوغاريتم تبعه؟ والله معطينا. حلك 100% سيدي. فبتقول البي اتش كم تساوي؟ تساوي سالب لوغاريتم تركيز ال H3O بلس وتساوي سالب لوغاريتم 6 ضرب 10 قوة سالب 8 اللي هي 8 ناقص لوغاريتم 6. 8 ناقص لوغاريتم 6 كم؟ 88%، اللي هي كم تساوي؟ 7.12%. هاي هي قيمة البي اتش. فبالتالي الموضوع سهل ومباشر، ما في عندنا أي مشكلة.
اتفقنا يا قوم؟ في حد عنده اي سؤال؟ الموضوع بسيط سهل جدا، ما بده اي شيء. في حد عنده اي سؤال؟ سؤال رقم 3، بحكي لنا السؤال: اذا كان لديك محلول من حمض HCN، معطيني الحمض تركيزه كم؟ 1 بالعشرة. تركيز الحمض يساوي 1 بالعشرة. شو التريك هون؟ هسه بنعرفه استاذ، هي 1 ضرب 10 قوة سالب 1. معطيني قيمة الـ Ka تساوي 4 ضرب 10 قوة سالب شو؟ 10. شو بده؟ احسب كتلة الملح. بده كتلة الملح اللازم اضافتها الى 2.5 لتر، يعني الحجم يساوي 2.5 لتر ليصبح المحلول متعادلا. نترك للسؤال تبعنا هون انه المحلول متعادل، معنى انه المحلول متعادل يعني البي اتش يا قوم كم تساوي؟ 7. الان استاذي يعني بدي احسب من خلالها تركيز الاتش 3 او بلس اللي هو 1 ضرب 10 قوة سالب بي اتش، ويساوي 1 ضرب 10 قوة سالب شو؟ 7. المحلول حمض ضعيف، ممتاز، بثبت على الاتش 3 او بلس. جميل جدا. الان استاذي فكرة السؤال وترك السؤال واقع انه بي اتش تساوي 7، فبالتالي مباشرة بطلع تركيز الاتش 3 او بلس بفرض ان المحلول او حجم المحلول لم يتغير، وبفرض انه هاي العبارة مش موجودة لانها مش مهمة. معطيني الكتلة المولية استاذي اللي هو تساوي 59 غرام لكل مول، فعلى اساسها استاذي هاي الكتلة المولية تبشري هاي 59 عدناها. شو بدي انا اطلع؟ كتلة الملح. حلينا السؤال قبل هذا، ولكن الفكرة بس انه عرفنا البي اتش يساوي 7، بنعوض على قانون ليس الا تركيز الاتش 3 او بلس عشان اطلع تركيز الملح، بدي اعوض على قانون الايون المشترك كي اي في تركيز الحمض على تركيز الملح. انا بدي اطلع شو؟ تركيز الملح، بضرب ضرب تبادل، بقول تركيز الملح يساوي اللي هو ايش؟ قيمة الكي اي في تركيز الحمض على تركيز ال H3O بلس، ويساوي استاذي قيمة ال Ka كم؟ قيمة ال Ka السؤال معطينا اياها هيها 4 ضرب 10 قوة سالب 10، وحطينا من ضمن المعطيات، ضرب تركيز الحمض معطينا اياه 1 ضرب 10 قوة سالب 1، تركيز ال H3O بلس هيها 1 ضرب 10 قوة سالب 7. اضرب يا حبيب النبي اضرب 4 × 1 = 4، سالب 10 وسالب 1 سالب 11 سالب 7 بتطير معها بالصف سالب شو؟ 4. هذا تركيز الملح. هالسؤال وزاره، الموضوع بسيط سهل جدا، انا بدي اطلع من خلاله الكتله، فتركيز الملح يساوي كاكا على كيلو مانجا في حاحه، الكتله على الكتله الموليه في الحجم. ما دام احنا بدنا الكتله فبنقول بالضرب التبادلي كم تساوي الكتله؟ الكتله تساوي حاصل الضرب لتركيز الملح يساوي تركيز الملح هرعيته اللي هو 4 ضرب 10 قوة سالب 4، ضرب الكتلة المولية كم معطيني اياها؟ 59. الحجم كم معطيني اياه؟ 2.5. اضربه 2.5 × 4 كم تساوي استاذي؟ 10. 10 ضرب 59 ضرب 10 قوة سالب 4. اما بتعوضوها كالتالي ل 950 ضرب 10 قوة سالب 4 او 59 ضرب 10 قوة سالب 3، كلها الارقام نفس الشيء، كلها خوات بعض، اهم شغلة بيقولوا هاي الكتلة وهي وحدة غرام. الموضوع سهل وبسيط جدا. في حد عنده اي مشكلة؟ اللي عنده اي سؤال يسألني، اللي ما عنده اي سؤال ننتقل للجزء الاخير ونركز عليه. في حدا عنده اي سؤال؟ بستنى فيكم، اذا في حدا عنده اي سؤال يسألني. هذا اخر سؤال، موضوع بسيط سهل جدا.
الحمد لله على السلام يا ابو الغراغير. هسه جيت جميل يا قوم، الى اخر سؤال اللي هو سؤال متعلق شوي على فكره الاملاح مع القواعد الضعيفه. فكرته بسيطه جدا، بس اهم شغله نركز على معطيات السؤال. معطين السؤال محلول حجمه 1 لتر، جميل، الحجم يساوي 1 لتر. بطل القلم يكتب، صلى على النبي. جميل، ما في مشكله، ماكو مشكلة. على آخر سؤال أعلق البرنامج. المكثف يا ملاك ابعتي لي على الواتساب، ببعث لك المكثف PDF. طيب الآن أستاذي، هذا البرنامج عندي علق، الفكرة العامة للسؤال بدي إياكم تحلوا لي إياها، ما في مشكلة أستاذي. ما راح يرضى الجهاز يشبك إلا البث يوقف. الآن بدي إياكم تحلوا هذا السؤال، فكرته بسيطة جدا أستاذي، معطياته بسيطة جدا، أهم شغلة إنكم ما تخربطوا في المعطيات. بإمكاني أفتحه من هون أحسن. طيب بدي اياكم تحلوا لي السؤال استاذي. ملاك ابعتي لي على الواتساب، ببعث لك المكثف PDF، تمام، او راسليني ببعث لك، بدي لك كيف تبعث، ببعث لك اياه. الان اجمالا السؤال هذا مبدا اعمله بسيط، بدنا نحل ونوجد قيمه الكي بي وتركيز القاعده على تركيز الملح، تعويضه جدا مباشر على القانون لانه معطيني قيمه البي اتش، بوجد من البي اتش تركيز الاتش 3 او بلس، وعلى اساسها بوجد تركيز الاو اتش ماينس، ومن ثم بعوض وبوجد قيمه الكي بي على قانون الاو اتش ماينس يساوي كي بي في تركيز القاعده على الملح، وعلى اساسها بحل السؤال. والسؤال الثاني بتطلع معي النسبه 1 على 10، لانه بوجد قيمه من قيمه البي اتش تركيز الاتش 3 او بلس، ومن خلالها بوجد الاو اتش ماينس، اللي بتطلع معي النسبه 1 على 10 او 1 بالعشره. بتمنى لكم كل التوفيق يا حبايبي، ربنا يفتح عليكم ما يضيع لكم تعب. بتمنى في الحصص الجايه تكون عدد المشاركات اكبر، هيك بنكون خلصنا وحده الحموض والقواعد. بدي اياكم تراجعوها الافكار، انا مجرد ما اشوف الطلاب واكبر قدر ممكن من الطلاب وصلوا هذا الفيديو الكل يتمكن منه، هيك بنكون امورنا 100 100. استاذي ابعتي لي على ابعتي لي ماسنجر، ببعث لك الرقم ملاك. ان شاء الله هيك الامور 100 100. راح اكد لكم على البث الجاي متى راح يكون، مجرد ما اتاكد انه الكل وصلوا هذا الفيديو، الكل شافه وتمكن منه، على اساس نبلش في مراجعه التاكسد والاختزال، مع انها نازله على اليوتيوب، نازله على موقع حصص اونلاين، نازله على الفيسبوك، بس احنا راح ناكد الافكار ليس الا، وهيك بنكون معاكم قلبا وقالبا. كل التوفيق لكم حبايبي الطلاب، ربنا يفتح عليكم ويعطيكم تيرضيكم، وان شاء الله نشوفكم جميعا في اعلى الدرجات. والسلام ختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل الحب والاحترام استاذي، ويعطيكم الف عافية. Thank you.
الفيديو هيك رجلي شعرك ليش لما طفيت الجهاز رجع سالك Yeah.